السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع تحديث جديد. وفي البداية شكرا على الدعم اللي جاء على آخر مقطع، مقطع دعم لاعبين فورتنايت العرب، وإن شاء الله بحاول أسوي مقطع ثاني وأخليها سلسلة. وتراني أعرف إن اسمه الدولار مو دولار، بس مسابقات في تويتش نقول له دولار نتمسخر. بشوف الأحكام لكل التحديات، وبعدها ما كان ال ما في نجم سريها الأسبوع، وما في بنا إلا إذا يب نشوف شرح التحديات. لا تنسوا لايك على المقطع، واللي حاب يدعم القناة وعشان نسوي مقطع ثاني من دعم لاعبين فورتنايت العرب لا تنسوا تحطوا كود المتجر سيو. أخليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة. التحديات سهلة كثير، ما في أي شيء صعب، ونبدأ بالتحدي الأول. التحدي اللي تكرر كل أسبوع تحدي الهبوط، ومعنا 5 مراحل، يعني بتحتاج 5 أيام عشان تخلص التحدي. وفي المرحلة الأولى قم بالهبوط في مدينة لكي لاندنج، انزل من الباص وعلى طول على مدينة لكي الصينية، وكذا تكون خلصت أول مرحلة. المرحلة الثانية قم بالهبوط في مدينة أو بحيرة لوت ليك الموجودة في نص الخريطة. المرحلة الثالثة قم بالهبوط في مدينة شيفت شافت القريبة من تلدد من الباص وعلى طول المدينة. المرحلة الرابعة قم بالهبوط في مطار الطيارات فروستي فلايدز الموجود على يسار الخريطة تقريبا. المرحلة الخامسة والأخيرة قم بالنزول في المقابر هانتد هيلز، وكذا نكون خلصنا أول تحدي. التحدي الثاني تحدي سهل كثير، ولو دخلت طور تيم رامبل بيصير كمان أسهل. قم بإحداث ضرر أو تدمج اللاعبين اللي ضدك بمجموع 500 باستخدام أسلحة الاس ام جي. لازم تشيل أسلحة الاس ام جي وتدمج فيها مجموع 500 في جيم واحد أو في أكثر من جيم. وفي الوقت الحالي في نوع من أسلحة الاس ام جي، الخلاط الدرام جن اللي فيه 50 طلقة، والسلاح الثاني الاس ام جي الجديد اللي يطلق 3 طلقات ورا بعض. شيل اي واحد منهم ودمج في اللاعبين ضدك لين تجمع 500 دمج. التحدي الثالث تحدي مراحل من 3 مراحل بالضبط، وكمان نشوفه سهل. وفي المرحله الاولى قم بفتح 3 صناديق من صناديق اللوت العاديه في المناطق الذهبيه. المناطق الذهبيه هي الاماكن اللي يكون لونها ذهبي في الخريطه. في كل جيم اللعبه تختار مكان او مكانين او 3 اماكن عشوائيه وتخليهم باللون الذهبي، يعني تلاقي فيهم طيارات لوت. المطلوب انك تروح لاي واحد من هالاماكن وتفتح فيهم 3 صناديق لوت عادية في جيم واحد او في اكثر من جيم عادي. وفي المرحلة الثانية نفس الشيء، روح للمناطق الذهبية، وهالمرة لازم تفتح 3 صناديق ذخيرة او صناديق رصاص او طلقات. اتوقع جبت لكم كل الاسماء لان دائما تجي عليها اسئلة. افتح 3 وكذا تكون خلصت ثاني مرحلة. المرحلة الثالثة والاخيرة سهلة كمان، لازم تقتل لاعب واحد في المناطق الذهبية. لو قتلت لاعب بس بتكون كذا خلصت 3 مراحل والتحدي. التحدي الرابع تحدي سهل كثير، قم بتدمج المركبات اللي سيقودها اللاعبين اللي ضدك بمجموع 200. تحدي سهل كثير، لو شفت لاعب يسوق دراجة او كرة هامستر او لوح تزلج حاول تدمج المركبة اللي يسوقها، وخصوصا كرة الهامستر لان كثير يستخدموها وتدمجها سهل. لو دمج هذه المركبات بشرط ان واحد يسوقها وجمعت 200 دمج في جيم واحد او اكثر من جيم بتكون خلصت التحدي. التحدي الخامس قم باستخدام قنبلة العاصفة 3 مرات في جيم مختلفة. الغرض الجديد او القنبلة الجديدة اللي هي قنبلة الستورم واللي تدمج 5 كل ثانية بعد التحديث. المطلوب انك تستخدمها 3 مرات في جيم مختلفة، يعني ادخل جيم واستخدمها مرة وادخل جيم ثاني وثالث وسوي نفس الشيء بالضبط. مو شرط تدمج حد، بسرميها 3 مرات في جيم مختلفة وبنحسب لك التحدي. التحدي السادس اسهل تحدي معنا، قم باستخدام مركبتين بانواع مختلفة في جيم واحد. تحدي بلاش، في عندنا 3 انواع مركبات في اللعبة، كرة الهامستر والدراجة ولوح تزلل. لو استخدمت 2 في جيم واحد بنحسب لك التحدي. بعطيكم مثال، المكان القريب من داسي على الاغلب بتلاقي دراجة ولوح تزلل، اركب 2 منهم وبس كذا تكون خلصت التحدي. التحدي السابع والاخير تحدي القتل اللي يتكرر كل اسبوع، والمطلوب انك تقتل 3 لاعبين في مدينة ذا بلوك او في المزرعة فتال. اختار المكان اللي يعجبك بلوك او فتال، انزل وحاول تخلص على 3 لاعبين وعادي في جيم واحد او في اكثر من جيم، المهم انك تقتلهم في واحد من هالخريطتين. ومثل ما تشوفوا التحديات سهلة كثير، يمكن اسهل اسبوع للحين. لا تنسوا زر اللايك على المقطع وشاركوا فعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نوصل لنص مليون. لو حاب تدعم القناة تقدر تستخدم كود المتجر سيو. اسف اذا طولت، اشوفكم المقاطع الجاية ومع السلامة.